وتضامن دولي كبير مع المغرب في هذا المصاب. بهذه المناسبة أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن خالص تشكرات المملكة المغربية للعديد من البلدان الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي في هذا الظرف، والتي عبرت العديد منها عن استعدادها لتقديم المساعدة في هذه الظروف الاستثنائية. سفيان بوعساوي. في مقدمة الزعماء الغربيين المعزيين، الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي عبر عن حزنه وتضامنه مع ضحايا زلزال الحوزة. بايدن ضمن بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض أكد على أن إدارته على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب ومع جلالة الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة. كما قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم تعزيل عائلات ضحايا مأساة الزلزال العنيف، معربا عن تضامنه الكامل ودعمه لشعب المغرب، ومشددا على أن إسبانيا تقف إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم. بدوره قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيل الشعب المغربي في ضحايا الزلزال، مؤكدا أن أنقرة تقف إلى جانب المملكة المغربية بكل الوسائل الممكنة. من جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المملكة في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها بعد وقوع الزلزال، بينما أفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم مساعدات للمغرب. من جهتها عبرت دولة الإمارات عن تعزيها وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أمر بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين في إطار العلاقة الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة. من جهته قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بدوره تعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أعربت السعودية في بيان صادر عن الخارجية عن مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية وتضامنها إلى جانب المغرب.